بنات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم من حافظ ميك اب ارتست وفيديو بلوجر في حلقه جديده من حلقات برنامج ميك اب. في بنات كتير ما تعرفش ايه رسمه الايلاينر اللي ممكن تليق على رسمه عينها. النهارده هنعرف اول نوع وهو العيون المبطنه. عايزين تعرفوا هترسموا الايلاينر ازاي لو عينيكم بطنه؟ تابعونا. في ناس كتير ما تعرفش ايه هي العيون المبطنه. العيون المبطنه هي العيون اللي جسمها بيكون ساقط شويه عليا، وده ملهوش اي علاقه بان تكون العين واسعه او ضيقه او تكون العين متقاربه او متابعه. اسهل حاجه اقدر ارسم بيها الايلاينر هو ان انا استخدم القلم اللي فرشته بتكون بالشكل ده. هستخدم النهارده قلم ايلاينر من ال سبلاش. عشان اقدر احدد طبطنه العين لازم وشي يبقى مفروض وباصص لقدام، عيني بس هي اللي تحت باصه على المرايه. هرسم 3 نقط في الاماكن دي، ببتدي اوصل النقط بالشكل ده، وفي الاخر بظبط الخط وبوصله بالشكل ده عشان يكون مظبوط. نهايه الايلاينر بتكون واحده للعيون المبطنه. اللي هيفرق بس لو الجفن واسع بنعرض الخط، لو الجفن صغير بنصغر. واخيرا يا رب تكون الرسمه سهله وبسيطه عليكم. لو عجبتكم ما تنسوش الشير واللايك وسيف الفيديو. اي استفسار او مقترح سيبوه في كومنت وانا تابعه ارد عليكم على طول.